كريم، تقديم وإعداد هادي أحمد، موسيقى خالد قطرميز، إنتاج راديو أورينت 2015. مرحبا مستمعينا. ديمستورا يبحث عن مخرج للأزمة السورية أم يبحث عن مخرج له وللأمم المتحدة؟ رح نحكي اليوم بعدة فقرات. فقرتنا الأولى، هل استمع ديمستورا للسوريين؟ الفقرة الثانية، السوريون وحرب السخرية. الفقرة الثالثة، أجهزة الميليشيات الأمنية، وعنوان حلقتنا سوريا خارج الهدنة. هل استمع ديمستورا للسوريين؟ بمقالنا الأول بحلقة اليوم، مقال الكاتب إلياس حرفوش بصحيفة الحياة بعنوان أوهام ديمستورا. بيقول الكاتب بهالمقال: يطالب المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفن ديمستورا أن يكون حل الأزمة السورية في يد السوريين وبقيادة سورية، ويسأل لماذا يجب أن نقول مسبقا ما يفترض أن يقوله السوريون طالما أن لديهم الحرية والفرصة لقول ذلك، الحرية والفرصة للسوريين ليقولوا ما يريدون. كيف ذلك؟ ومن سيحمي هذه الحرية؟ هل يعتمد ديمستورا على خبرة الرئيس أو رأس النظام في حماية السوريين؟ وذلك ليذهبوا إلى صناديق الاقتراع في 13 من الشهر المقبل تلبية لدعوته؟ وذلك أيضا ليدلوا بأصواتهم ويقرروا مستقبلهم بحرية كما اعتادوا في ظل 16 سنة من حكمهم و30 سنة قبلها من حكم والده، أم يعتمد على فصائل المعارضة والتي تفرض الولاءات في مختلف أنحاء سوريا تبعا لميول زعمائها ومن يعملون لديهم؟ لا أعتقد أن ديمستورا يجهل تعقيدات الأزمة السورية بحكم خبرته، وإن تكن قصيرة العمر مع النظام وشبيحته ومع قادة المعارضة المقاتلين للنظام والمقاتلين للتنظيم، كما لا يجهل المدى الذي بلغته التدخلات الإقليمية والدولية في مسار هذه الأزمة. لقد صارت الخريطة السورية مفتوحة الآن على طاولة قادة الدول الكبرى بشكل لم يسبق له مثيل منذ بداية الأزمة. يعني الكاتب عم يقول أنه ديمستورا يتساءل لماذا يجب أن نقول مسبقا ما يفترض أن يقوله السوريون. والله من أول ما بلشت مفاوضات أو من أول ما بلشت تلاقي حلول هيك الواضح على التلفزيون، ما كنا نعرف كانت الحلول يا ترى للخروج من الأزمة أو إيجاد حلول اللي بيصير بسوريا، ولا كان يا ترى إيجاد بس حلول أو مخارج لديمستورا ولا للأمم المتحدة بدون إحراج، بدون ما يطلع بأي إحراج أو أنه ما يطلع مثل ما بيقولوا بأقل الخسائر الممكنة. ديمستورا من ناحة أول ما بلشت المفاوضات ما كان يصرح أنه نحن كأمم متحدة ما أوفينا بعهودنا تجاه المعارضة السورية أو تجاه الشعب السوري، كان بس يحاول يعمل شغلة واحدة وهي بس تأجيل المفاوضات. يعني مثل رئيسه بان كي مون، هذاك بيعبر عن قلقه وهذا بيأجل بالمفاوضات. طيب ديمستورا أول ما بلش بمحاولة أنه يجمع النظام والمعارضة السورية بمؤتمر جنيف أو بمفاوضات موحدة، كان بس اللي بيعملوا عبارة عن شغلة واحدة: ضغط على المعارضة من ناح وضغط على الشعب السوري من ناح. الضغط على المعارضة بأنه يطلع على التلفزيون ويقول لهم أنه ستعقد المفاوضات في 7 من آذار الحالي، برجع مرة تانية بقول لك ستعقد المفاوضات بالثامن من الآذار الحالي، بعدين بالتاسع، بعدين بالعاشر، بعدين بكرة بيرجع بالخمستاعش، بالعشرين، هيك لحتى تقول له المعارضة نحن رح نجي، فدغري بيعلن. فاللي بنستسقي من كلمات ديمستورا أو من تصريحات ديمستورا أنه عم يحاول يفرض على الشعب السوري أو المعارضة فرض أنه بتكون تيجوا تفاوضوا. والكاتب هنا بيقول لنا أنه
لماذا يجب علينا أن نفترض ما يقوله السوريون أو أن نفترض على السوريين ما يجب أن يقوله هم، طالما أن لديهم الحرية والفرصة لقول ذلك، الحرية والفرصة للسوريين ليقولوا ما يريدون، كيف ذلك ومن سيحمي هذه الحرية؟ هاي الحرية ما أنا محمية غير من جيش الحرب والثوار على الأرض، لا هي محمية لا من ديمستورا ولا من روسيا ولا من النظام نفسه اللي بحارب هاي الحرية بذات نفسها. فما عاد مستغرب أنه تشارك كل الأطراف هلأ الدولية والإقليمية بالتفكير بمستقبل سوريا، خاصة بعد بيع النظام لسوريا أرضا وشعبا، هجر نصه وقتل نصه وحرق نصه وراح يقعد حاكم على طرطوس ولادية بالدويل المنشود اللي بدي يعمله. فما عاد مستغرب أنه تشارك هاي الأطراف الإقليمية والدولية بالتفكير بمستقبل سوريا وبالاستغناء على الشعب السوري. أول ما ذكرنا العنوان أنه هل سأل ديمستورا السوريين أو حكالهم أنه بدنا نفاوض، حكالهم بدنا نعمل شيء، ما كان عم يعمل شيء، فقط هي عبارة عن وعود كاذبة سواء للمعارضة ولا للشعب السوري. بتجي ليدخلوا المساعدات، تدخل المساعدات على مناطق سيطرة النظام بعشرات الشاحنات، بينما بتجي شاحنة على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة أو المحررة بالأحرى من سيطرة النظام وروسيا، بتدخل شاحنة أو شاحنتين ويا ريت فيهم أغذية، بتدخل شاحنة فيها أغذية بتكون خلصت ثالث يوم لأنها ما بتكفي يمكن 2000 عيلة، بتجي بتدخل تاني يوم معدات طبية كمان ما بتكفي 2000 عيلة. نرجع للمقال، بيقول الكاتب: في مناخ الهدنة النسبية هذا يريد ديمستورا أحياء مفاوضات جنيف في الأسبوع المقبل، طبعا بده يحيى، بده يخرج من الإحراج اللي هو فيه حاليا. فبيقول أنه بعدما فشلت جلسته السابقة بسبب الخلاف على الأولويات واستمرار العقبة الرئيسية التي يمثلها بقاء بشار الأسد، غير أن التصريحات الأخيرة للمبعوث الدولي توحي بأنه يأتي إلى جنيف حاملا أفكار النظام فيما يتعلق بدور الأسد في رسم المرحلة السياسية المقبلة، فالدعوة إلى ترك السوريين يقررون مصيرهم بأنفسهم هي تماما ما يطالب به الأسد، بعدما أخرجت مدافعه وطائراته وبراميله المتفجرة كل السوريين من بلدهم، ولم يبقى في المناطق المفيدة من سوريا سوى أولئك الذين يرفعون راية النظام ويمثلون فائدة كبرى في صناديق الاقتراع في الشهر المقبل. كنا دائما نتساءل نحن وزملائنا أنه لما بيقول بشار الأسد لن أتنحى إلا إذا أراد الشعب السوري ذلك، هون كنا نتساءل بس أنه مين بيقصد بالشعب السوري؟ الميليشيات الشيعية ولا الأفغانية ولا العراقية ولا ميليشيا حزب الله؟ هدول اللي هدول قوات النظام حاليا اللي جنسهم رأس النظام، فهذا الشعب اللي بيقصد فيه الشعب السوري؟ نحن من لك وين الشعب السوري؟ الشعب السوري بالمناطق المحررة، الشعب السوري بالمعتقلات، الشعب السوري هجر، الشعب السوري قتل، هذا الشعب السوري اللي بتقول انه ما رح اتنحى الا ليطالب هو بهذا الشيء. فهذا الاقتراع، وطبعا هذا الاقتراع نفسه اللي بيشوفه ربيبه او المربي فلاديمير بوتين اللي عم يروج حاليا لدستور جديد بقاعدة حميميم باللدئية، عم يحاول يحرك البلد او عم يحاول يورجي العالم انه انا بحرك بلد من قاعدة، جاب له كم شقفة هامل وحطهم وقال لك يلا بندعي لدستور جديد، مو معروف قرعت راسهم من وين هدول اللي مجتمعين بقاعدة حميميم. المركز تنسيق، مركز تنسيق شو ولا مركز تشبيه هذا اللي موجود؟ هاي التسوية بنظر بوتين اللي بده اياها. طبعا الدستور الجديد هو خلاف ما اتفق عليه بالقرار اللي وافقت عليه روسيا، قرار رقم 2254 اللي بيوضع او يضع الانتخابات الرئاسية والنيابية بالمرتبة الثالثة بعد تغيير الحكومة واقرار دستور جديد. فهي التسوية بنظر بوتين هي اللي بتخلي، هي اللي بتهمه واللي بتخلي بشار الأسد بس بالحكم وبتحجم المعارضة سياسيا وعسكريا. وبعدين فوق كل هاد بيجينا شو ديمستورا بيحكي عن شو؟
عن ترك السوريين يقررون مصيرهم بأنفسهم من دون تدخل خارجي. كل هالتدخلات اللي جابها النظام روسيا ولا الميليشيات الإيرانية ولا العراقية وعد على أصابعك، هاي متدخل ولا بس إذا دخل الدول لصالح الشعب السوري هاي بسموها تدخل؟ ففعلا دي مستورة عم يجي لمؤتمر جنيف حامل براسه أو مغسول مخه بأفكار النظام فقط. فاصل ونرجع. بمقالنا الثاني بحلقة اليوم، مقال الكاتب خطيب بدلة بصحيفة العربي الجديد بعنوان السوريون كف عدس، بيقول الكاتب بهالمقال: في اعتقادي أنه لا يوجد شعب في العالم اليوم يستطيع أن يجاري الشعب السوري في التهكم والسخرية والمقدرة على استعارة الأقوال والأمثال الشعبية وتطبيقها على ما يحصل على أرض الواقع من تآمر ومآس وقتل وتشريد وتهديم منازل وتخريب بنى تحتية وخيبات وقرف ووعود ودجل وضحك على اللحى. مما يحفظه السوري في ذاكرته حكاية عن رجل يعشق زوجة فلاح ويمضي الليل والنهار وهو يحوم حول بيتها مثلما تحوم الفراشة حول المصباح في ليالي الصيف، وذات مرة كمن له زوجها حتى ظهر فصاح به أن يتوقف، وإذا به يملأ كفة من كيس مملوء بالعدس ملقا أمام الباب ويهرب، فهب الفلاح يتبعه ويصيح به أن يقف لكي يكسر رأسه. ولما سأل الرجل عن سبب هربه كان يقول: سرقت له كف عدس. وأما الفلاح فكان يجيب: من يعرف القصة يعرفها، ومن لا يعرفها يقول كف عدس. والآن كما سمعنا شخصا يقوقئ ويبيض متحدثا عن الوحدة الوطنية واستقلال القرار الوطني السوري ومستقبل سوريا الحرة الموحدة الديمقراطية الخالية من الاستبداد السياسي والديني والاجتماعي، نقول له كف عدس. يعني المحللين الاستراتيجيين اللي بيدافعوا عن النظام وازلام النظام هدول وهن بيتحدثوا عن ولع بالحرية والإصلاح والديمقراطية وبينفلت واحدهم أو أحدهم لما منشوفهم على شاشات التلفزيون منشوفهم بينفلتوا من الضحك وبيتحمسوا وبيجوا بيقولوا لك: يا أخي تعالوا نحتكم لصناديق الاقتراع وبعدين كلنا منقبل جميعا بالرئيس اللي راح ينتخبه الشعب السوري. طبعا هون منشوف الشعب السوري بيستمر بالضحك وبيقول لك اللي بيقدر بيدري واللي ما بيقدر كف بيقول لك كف عدس. بيرجع السوري هون بذاكرته لخمس سنوات من مثل ما قال الكاتب من القرف والدجل والضحك على اللحى، من اول ما استلم الاب الدكتاتور لحد ما استلم الابن الأدكتر بالقتل والإرهاب والجرائم. بتذكر قديش كان حتى ما يضيع عقله، كان السوري حتى ما يضيع عقله كان يواجه دائما الاستبداد والظلم والقمع اللي هو فيه بالسخرية. كانوا يقولوا انه اوعك تحكي سياسة، الحيطان الى ادان، اوعك تعمل ما بعرف شو، الرئيس الفلاني، الرئيس العلنتاني، اللي بدري بدري، اللي ما بدري كف عدس. فهي نوع من السخرية كان عبارة بس عن وسيلة دفاعية كان يتخذها السوري بس ل يكافح القمع والاستبداد والظلم اللي هو واقع فيه. سخرية بس، حتى كانت السخرية بالسر، بس كانت بس مشان يحافظ على سلامة مخه على قد ما بيشوف ظلم بهالنظام هذا. المهم بيقول الكاتب: لم يتغير الوضع على أيام الوريث القاصر بشار الأسد عما كان في أيام الجنرال الراحل بمقدار أنملة، وازداد التمسك بفكرة الالتفاف حول القائد الشاب بعدما ارتفعت وتيرة التآمر على صمود سوريا أثر اغتيال رفيق الحريري،
ولم يعد المواطن الذي يعترض على ترشيح القيادة القطرية بشار أو يتذمر منه أو يمتنع عن المشاركة في عرس الاستفتاء الجماهيري مجرد إنسان مشبوه، بل هو متهم ومدان وضالع في التآمر مع جماعة 14 من آذار على صمود الوطن. فعلى هالسيرة عن أي صناديق اقتراع بيحكي رأس النظام ولا فلاديمير بوتين اللي ما كان يدبك، منتذكر اللي ما كان يدبك ورجليه تخلعوا من كدر الدبكة بالعرس بعرس الاستفتاء الجماهيري على الدكتاتور، إذا ما شافوا الدم نازل من رجليه هو عم يدبك بيقول لك هذا مو وطني، هذا إنسان مشبوه، هذا إرهابي ومتواطئ مع القوى الخارجية. فيا جماعة الخير مرة تانية إذا بدكم تدبكوله تدبكوله وأنتوا حافيين. فاصلوا منرجع. مقالتنا الأخيرة بحلقة اليوم مقال الكاتبة هيفاء بيطار بصحيفة الحياة اللندنية بعنوان كل هذه الفروع الأمنية في سوريا. بتقول الكاتبة يمكن بكل بساطة وبلا ذرة مبالغة تأليف موسوعة عن أنواع الفروع الأمنية في سوريا، حتى أن بعضهم يتباهى بعدد الفروع الأمنية التي يعرفها وبتصنيفها أيضا. وإذا كانت سوريا دولة أمنية بامتياز فأن كلمة أمن التي من المفترض أن تحرك مشاعر الطمأنينة والأمان في النفوس فأنها على العكس تجعل من المفاصل تتقصف ذعرا، إذ يكفي أن تخبر أحدا أن عناصرا من الأمن سألت عنه حتى تظهر عليه أعراض السكتة القلبية من شحوب وضيق تنفس وتعرق بارد. ويروعك هذا التناقض الفظيع في عمل الفروع الأمنية وعدم التنسيق على الإطلاق فيما بينها. والله هون السيرة، كنا من زمان نقول أنه هاي الفروع فروع ميليشيات أمنية وليست فروع أمنية بالمطلق العام أو بما كل الكلمة من معنى، كانت عبارة عن فروع مافيوية ميليشيوية بيشتغل كل واحد لحاله. الكاتب بيقول لك يروعك هذا التناقض الفظيع في عمل الفروع الأمنية، فعلا كان في تناقض. وخير دليل على هاي الأمثلة إذا واحد مثلا بيمتلك شقة أو بيمتلك محل تجاري بده يروح مثلا يسجله بدائرة السجلات بالطابو، خلي مثل ما بنقول كسوريين بده يسجله بالطابو أو بده يطوبه، كان بده 7000 موافقة، بده يشرق ويغرب ويروح من تحت من الجنوب السوري للشمال السوري أو من الشرق للغرب لحتى يحصل على موافقة. بينما نفس هذا الشخص بيجي ليطالب بجواز سفر، تجي الجهة الأمنية هي بتعطيه جواز سفر. طب شو التناقض هاي؟ انه جهة امنية ما رضي تطوب له البيت بس نفس الجهة او الجهة التانية رضي تعطيه جواز سفر. هذا دليل انه كل واحد بيشتغل لحاله، جاب المافيا وحطهم ويلا اشتغلوا بهالشعب، بس الاهم انه ما حدا يقرب من النظام او من الحكم. مثال تاني، شخص بيقضي عشرات السنوات بالسجن بتهمة عمله بأنه بيشتغل لحقوق الإنسان، أو طبعا هاي تهمة بسوريا، أو بيشتغل بأنه يتلقى تمويل خارجي لعدة مشاريع مشبوهة ضد الحكومة والنظام بسوريا. بيجي هذا الشخص طبعا أكس على كل سلالته عند النظام، بصير سمعته سودا، والأفضل أنه يطلع طبعا مشان يقدر يعيش او يقدر يدرس او يقدر يعمل شيء بحياته، لانه ما راح يزبط. فبيقول لك بيجي النظام بيقول لك انه ليش فلان الفلاني ليش انا، بيقول لك والله جدك او الجد الثالث لإلك من او من قبل 3 جدود لإلك كان هيك هيك، كان مناهض للنظام بسوريا وكان مناهض للحكومه بسوريا.
فأنت كمان مغضوب عليك، وسلالتك اللي لسه ما تجوزت ولا جبتها كمان مغضوب عليها. طبعا تجي الجهات الأمنية، بيجي هو مثلا بده يسجل على بيت ما بيطلع له، بيجي بده يبيع أرض ما بيطلع له، بده يجيب موافقة ولا بيطلع له شيء، بيروح على جهة أمنية تانية مثلا بده يطالع جواز سفره أو بده يطالع شيء، دغري بيطالعوا له أو بيعملوا له شيء شغلة تانية. فهذا دليل أنه ما في تناسق، ما في تناسق أبدا. بس في نوع متخصص أو متطور لفت إله الكاتب هون وبيقول عنه: ثم تنوع متطور ومتخصص أيضا من الأجهزة الأمنية. بيقول الكاتب: فحين زرت البحرين قبل 4 سنوات بدعوة من وزارة الثقافة، كنت وقتها ممنوعة من السفر لسبب أجهله، ربما بسبب مقال كتبته ولم يرضى عنه الرقيب، أو بسبب تقرير أمني كتب بحقي. وفي سوريا يمكن إهمال كل شيء عن عدا التقارير الأمنية، لكنني تمكنت من السفر إلى البحرين بمساعدة إنسانة راقية ووجدانية تعمل مع النظام، ولما عدت استدعيت إسعافيا إلى جهاز أمن الدولة، أكيد قالوا له مطلوبي موجودا، وقدمت لي أوراق كبيرة لأكتب بالتفصيل الممل. بدك تكتب يمكن جريدة أو جرايد بالتفصيل الممل خطوة بخطوة، وكل كلمة قلتها في البحرين، وأحسست بالذل ولا شيء غيره، ذل نقي صاف صفاء المرارة المتورمة من القهر. وثمة أمور أو فروع أمنية متخصصة بمنع معارضة الداخل من السفر، وهذه الحقيقة تصيبك بالبلاهة، إذ كيف يمكن لمعارضين داخل سوريا أن يكونوا ممنوعين من السفر؟ وأين شعارات المصالحة الوطنية والحوارات البناءة وإلى ما هنالك؟ أية ألغاز على العقل السوري يجب عليه أن يحلها لكي يفهم كيف تعمل الأجهزة الأمنية كل واحدة على حدة. والله كمان في سؤال: لأمتى بده يضل السوري يعني مثل ما بيقولوا يتقصف ذعرا من مفردة أمن بالمناطق اللي بيسيطر عليها النظام بسوريا، وأنه يصاب برهاب تفتيش الحواجز لما بده ينزح نتيجة القصف اللي بتقصفه روسيا ولا النظام على منطقته اللي هو فيها، وبيكون بده ينزح لتركيا ولا للبنان أو للأردن؟ شو ليش دائما لازم تسحق كرامته عند كل حاجز؟ ليش؟ لأنه مواطن سوري. عند النظام إذا كنت مواطن سوري ستسحق كرامتك، ستقصف، ستقتل، ستموت، ستحرق، أو ترجع لعبودية الذل والإله. الدارج بهي الأيام على السيرة المصالحات الوطنية، هاي اللي من اختراع النظام طبعا. بيقول لك النظام طبعا إما عبر منشورات تلقى من الطائرات أو عبر الفسافيس تبعينه بمناطق سيطرة المعارضة، بيقول لك إنه يا بترجع لحضن الوطن، أو عفوا هو هيك بيقول بس نحن ما بيهمنا، هو ما نو حضن وطن، يا أما بترجع لحضن النظام يا أما بتموت أو تحرق أو تقتل أو يمثل بك أو تشرد أو تهجر، يا أما في مصالحة وطنية. هاي المصالحة الوطنية اللي بتعمل عليها الأجهزة الأمنية طبعا بكون عامل عليها جهاز الأمن السياسي تبع النظام، بيجي جهاز أمن الدولة تاني يوم بيعتقل كل شيء عمله مصالحة وطنية مع النظام. كان عنوان حلقة اليوم سوريا خارج الهدنة، حكينا بعدة فقرات. فقرتنا الأولى: هل استمع ديم ستهرة للسوريين؟ الفقرة الثانية: السوريون وحرب السخرية. الفقرة الثالثة: أجهزة الميليشيات الأمنية. للاستماع لحلقتنا فيكن تتابعونا على صفحة راديو أوريانت على الفيسبوك. كان معي من الهندسة الإذاعية سلام المساعدة، وكنت معكم بالإعداد والتقديم هادي أحمد. إلى اللقاء. أسبرين، تقديم وإعداد هادي أحمد، موسيقى خالد قطرميز، إنتاج راديو أورينت 2015.